في هذه الأثناء نذهب مباشرة معكم مع محطات برنامجنا لهذا اليوم، وستكون المحطة الأولى مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول افتتاح الحركة المرورية بطريق وادي الصرمي بولاية الخابورة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف المهندس يوسف بن عبد الله المجيني، مدير دائرة إنشاء الطرق بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أهلا وسهلا بك المهندس يوسف. اهلا وسهلا بك المهندس يوسف، تسمعني؟ الصوت ما واضح كثير. نحن عندنا نسمعك بكل وضوح، ما اعرف الان كيف المهندس يوسف، افضل الان؟ افضل من السابق. طيب المهندس، نتحدث اليوم عن افتتاح الحركة المرورية بطريق وادي الصرمي بولاية الخابورة، ويعني نتحدث عن أهمية هذا الطريق والجهود في عودته بكل إجراءات يعني السهولة في الوصول وكذلك الأمن والسلامة. بالنسبة لمشاريع الوزارة أو منطلق حرص الوزارة على تنفيذ مشاريعها، تأخذ في الحسبان أعلى المعايير الفنية أثناء التنفيذ، التزاما ببنود ومواصفات دليل تصميم الطرق. طبعا طريق وادي الصرمي طبعا طريق تم افتتاحه خلال الأيام السابقة الماضية. الطريق هو عبارة سابقا عن طريق غير معبد، طريق ترابي يمر في منطقة الوادي. أثناء إعادة التنفيذ طبعا الطريق الترابي تأثر بالكامل وانقطعت الحركة المرورية خلال فترة الحالة المدارية شاهين. نعم. أثناء تنفيذ الوزارة لإصلاح الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية، كان من ضمنهم مشروع وادي الصرمي. طبعا المشروع نفذ وفق معايير فنية. طبعا الجزء الأول من المشروع الذي هو يعتبر 650 متر تم تنفيذه بمحاذي للجبل. طبعا تم نقل الطريق او تم تنفيذ طريق في حدود بطول 650 متر محاذي للجبل بواسطه الجدران الاستناديه والرصف الاسفلتي. اما ما تبقى من اطوال والتي بلغت تقريبا كيلو 200 متر، هذه نفذت بواسطه الرصف الخرساني. طبعا تم كذلك صيانه واصلاح بعض الحمايات التي تضررت من الطريق او تضررت خلال الحاله المداريه. نعم المهندس يوسف، يعني أثناء معالجة مثل هذا الطرق خاصة اللي تمر بتضاريس صعبة، يعني كيف توازنون ما بين إعادة هذا الطريق وما بين كذلك تجنب نفس الأضرار التي قد تتكرر مع كل ربما حالة مدارية أو ظروف معينة؟ لأن نعرف ربما تكون هناك فجوة وفرق كبير حتى في التكلفة ما بين معالجة وأخرى. صحيح. هو سابقا أخي عبد الله مثل ما تفضلت أن هذه الطرق هي طرق قديمة نفذت في حينها وفق مواصفات ومعايير سابقة. طبعا دليل التصميم تم تحديثه أكثر من مرة، وكان آخر تحديث اللي هو في 2017 بناء على المعطيات التي واجهتها السلطنة من أعاصير، من حالات مدارية مستمرة. طبعا أخذنا في الحسبان جميع الجوانب الفنية، جميع المعايير التي تجنب في حال أن تم تنفيذ طريق جديد أن يتأثر بأي حالة مدارية. ولكن في بعض الأوقات الحالات المدارية هذه هي عبارة عن تضاريس، عبارة عن حالة مدارية. مهما كانت مواصفات الطرق اللي تم تنفيذها ما بالإمكان أنك أنت تتفاداها، ولكن في بعض الأوقات تكون خارج عن إرادتك وخارج عن الإرادة، يعني إمكانيات الفنية التي قامت فيها الوزارة. ولكن الوزارة تقوم بتنفيذ جميع الطرق وفق معايير فنية تتماشى مع الدليل وتتماشى مع المواصفات العالمية كده. لأن مهندس يوسف نسمع في أحيان كثيرة أنه لو كان هنا مثلا جسر أو جسور على هذا الطريق كان الوادي ما بيرجع مرة ثانية يعني يلحق أضرار به وهكذا. تفضل. هو شوف أخي عبد الله، على سبيل المثال طريق وادي الصرمي، طريق وادي الصرمي سابقا كان طريق يمر بمنطقة وادي. أثناء هطول الأوجه أو أثناء هطول الأمطار يتوقف الطريق بالكامل.
ينقطع لفترات زمنية طويلة، يعني بعض الأوقات بالأيام الأسابيع ليه ما تقل يقل من 7%. الآن لما قامت الوزارة بتنفيذ هذا الطريق أخذت في الحسبان هذا الجزء، قامت بالمنطقة الرابطة اللي هي يربط الطريق بداية بقرية الضويهر، أول منطقة اللي يربط الطريق، كان المواطنين أثناء الهطول خلاص ينقطعوا عن بعضهم بعض. نعم. الآن الطريق أصبح ذا كفاءة فنية، أصبح ذا مواصلات فنية، المواطن لو انقطعت الحركة الآن أصبح الطريق صالح لجميع حالات الطقس، صالح جميع حالات الطقس، يعني إن الطريق ما راح يتأثر أثناء هطول الأمطار. نعم. طبعا طريق أنشب طريقة فنية أزيح عن الوادي إلى جهة الجبل بمعايير فنية بجدران استرادية اللي هي خرسانية تقريبا. بالتالي الوزارة الآن تراعي في حال تنفيذ مشاريعها، في حال إعادة إصلاح مشاريعها تأخذ بالحسبان هذه الجوانب الفنية وتتفادى أن يتم يكون في انقطاعات، ولكن هناك بعض الأوقات تكون عندك الجوانب الفنية والجوانب المالية كذلك. صحيح. الوزارة ملتزمة بجوانب مختلفة، ملتزمة بأمور مالية كذلك، بالتالي هي تنفذ وفق الإمكانيات المتوفرة. نعم. ممكن ولكن الإمكانيات المتوفرة تنفذها وفق معايير أفضل. نعم. ممكن وعلى المعايير. نعم. ممكن لو نتكلم عن القرى الجبلية ترى حن نتكلم عن عدد يمكن بالمئات، يعني مش قرية وقريتين وهكذا. يعني نحن حاليا لو أنت والكل يعرف أن الطرق اللي تنفذها الوزارة حصلت على أعلى المعايير وعلى الدرجات والمراتب العالمية والعربية كذلك. يعني على سبيل المثال عربيا عمان من ناحية مواصفات الطرق تعتبر الثاني دوليا أو الثاني عربيا، الثاني عشر دوليا، بالتالي هذه تعتبر ميزة جميلة للبلد، ميزة جميلة للطاقم الفني في الوزارة الذي يقوم بتنفيذ المقاولين، كذلك توجيهات معالي الوزير المقر مع سعادة المهندس كذلك، تأخذ في الحسبان أن أثناء تنفيذ أي مشروع لازم يراعى تنفيذه وفق المعايير الفنية، ولكن المعايير الفنية مرتبطة بمعايير مالية بأسس مالية، ولكن في النهاية لازم نطلع بشيء يرضي الجميع. نعم. المهندس يوسف ذكرت قرية الضويهر، هل اليوم بعد هذه الإصلاحات سكان قرية الضويهر بيكون يعني بإمكانهم الوصول إلى القرية دون المرور بذاك المجرى الوادي اللي كان يعيقهم؟ الآن الطريق مباشرة من بداية الطريق إلى منطقة الضويهر مرتبط ارتباط مباشر، ما في أي توقف. ممتاز. سابقا كان طريق، أول سابقا ما كان في طريق أخي عبد الله، كان الناس تمر للمنطقة عن طريق الوادي. نعم صحيح. في طريق ينفذ عن طريق جهة أخرى، جهة حكومية أخرى، بس يمر بالجهة الأخرى ما يمر على منطقة الضويهر. نعم. الآن وزارة تنفيذها لهذا الطريق يربط منطقة الضويهر من منطقة الضويهر في ربط آخر اللي هو كيلو 200 متر يوصلك إلى القرى المرتبطة في وادي الصرمي. نعم. عندك أعتقد الركة اللي هي الضويهر، الركة أكثر من قرية موجودة في المنطقة يربطها هذا المسار. نعم. بس الآن أصحاب أو أهالي قرية الضويهر ما راح ينقطع الطريق عندهم، مباشرة الطريق راح يوصل ممتاز. إلى القرية بدون انقطاع. لو سمح الله صارت أمطار وصارت كوارث، لو سمح الله الأمور 100% طيبة. نعم. المهندس يوسف نستثمر وجودك الآن ونحن نتحدث طبعا عن إصلاح الأضرار التي لحقت بمختلف الطرق جراء إعصار شاهين، إلى أي مرحلة وصلنا في معالجة هذه الأضرار؟ هل تبقت كذلك قرى أخرى يتم العمل عليها؟ هل هناك طرق أخرى كذلك تتم معالجتها في نطاق الأضرار التي خلفها الإعصار؟ هو بالنسبة لمشاريع شاهين فيما يعني تقريبا 95% مشاريع شاهين انتهت، عدا عندي الآن مشروع وادي حيبي والذي هو قيد التنفيذ، ولكن خلال الأشهر القريبة إن شاء الله أو على بداية الربع الأول من 2024 راح يكون الشارع منتهي لطريق وادي حيبي. أما باقي الأعمال التي كانت مرتبطة بمشروع طريق وادي شاهين الأضرار في الحالة المدارية شاهين، 95% جميع الأعمال نفذت عدا وادي حيبي الذي هو قيد التنفيذ، وإن شاء الله على الربع الأول من العام الجاي أو الربع الثاني يكون منتهي.
بإذن الله تعالى. ونعرف الآن بما أننا نتكلم عن الباطنة ما طلعنا، هناك اشتغال يمكن وكأنها ورش عمل متفرقة موجودة على طول طريق الباطنة لمشروع معالجة يمكن يعني أماكن عديدة في هذا الطريق. كيف تبدو الأمور كذلك يعني المهندس؟ صحيح مصر. الآن الوزارة أكثر من 10 أشهر و 11 شهر أسندت مشروع إعادة تأهيل طريق الباطنة العام بدءا من حديقة النسيم إلى خطمة ملاحة اللي هو معالجة الطبقة الأسفلت المتضررة، معالجة الحواجز الحديدية المتأثرة من جراء الحوادث، إعادة الخطوط الأرضية، إعادة الخطوط الأرضية كذلك من حديقة النسيم إلى خدمة ملاحة. والآن الكل اللي يمر على هذا الطريق راح يلاحظ أن في أعمال، وفعلا نسبة الأعمال تمشي وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده لهذا الشأن. نعم. ولا توجد فيه تأخيرات، ولكن طريق الباطنة العام طريق طويل. نعم. طريق فيه تحديات كثيرة لأن الطريق ما ممكن أنت تقطعه بالكامل أو صحيح. توقف الحركة المرورية بالكامل. نعم. لازم هناك في خطة الوزارة بينه وبين المقاول وبين جهات كذلك عندك شرطة عمان السلطانية لهم الدور كذلك من حيث تنظيم حركة الإغلاقات. نعم. فترة الذروة، بالتالي يعني في عمل جاري عند كذلك في أعمال كثيرة جاري عملها اللي هي إنشاء أنفاق. نعم. والأنفاق الآن في طور التنفيذ ووصلت نسبة الإنجاز يعني في حدود 60% لبعض الأنفاق. نعم. وهل بدأت الأعمال كذلك في دوار الملدة تحويلها إلى جسر، لأن شفنا هناك كذلك حركة يعني إنشاءات الملدة؟ نعم، بدأت الأعمال قبل أسبوعين أو 3 أسابيع والحمد لله العمل جاري وفق الخطة المدروسة والمحددة له. نعم. مع بداية هذا العمل في هذا الدوار بالتحديد بدأت يعني الولايات الأخرى كذلك تتساءل ما هو مصير الدوارات الموجودة، هل كذلك من ضمن خطة معينة تباعا أم كيف تتعاملون معها المهندس يوسف؟ هو في دراسة الآن جاري عملها، دراسة طريق الباطنة العام وتحديد المواقع التي تتطلب إلى إنشاء عبارات لسهولة انتقال المواطنين، وفي دراسة وإن شاء الله على أقرب وقت تكون منتهية وتعرض على الإدارة العليا في الوزارة واتخاذ الإجراء فيها. بركة كل هذه الجهود إن شاء الله نحو التحسين سواء في الطرق الحالية وإنشاء الطرق الجديدة. شكرا جزيلا لك المهندس يوسف. حياك الله عبد الله وموفقين. شكرا. بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. كان معنا المهندس يوسف من وزارة النقل والاتصالات تقنية المعلومات، وكلمنا عن طريق وادي الصرمي وعد خذانا الحديث في بعض المواضيع كذلك المتعلقة بالطرق في المحافظة.